وصلني إنه حابين يحطوا مجموعتهم الجديدة ونحن نتكفل فيها بدل ما يعملوا عرض. ريا حاضر. وهذا الشيء فيني احضر؟ تاكل؟ هي تحلاية رجعتي. هي هي المجموعة الجديدة اللي عم احكي عنها. بدنا افكار مهمة مميزة تلفت انتباه العالم لحتى نقدمها. هالمجموعة الجديدة هي لحظة عبارة لحظة بس شوي، ورجيني من قبل. كمان وحدة؟ ايه هي هي. أرجون، أفكارك. أفكاري المجموعة مملة، ما شدتني، بدها شوية تعديل. وأنت حابب تضيف هالتعديل؟ طيب ريا. حاضر أنس. أرجون رح ياخد فريق. ماشي، ناطرة منك التعديلات خلال ساعتين. ساعتين بس معقول؟ بشرفك، هيك ما بيكفي. إذا ما التهيت بمكالماتك ما رح تاخد وقت كتير لتضيف التعديلات. طيب ماشي، مين يلي رح يكون معي بالفريق؟ العمى وين راحوا هيك؟ ليش هيك عم يصير معي أنا؟ كلهم عم يختفوا. ماما ماما، عم تاكلي لحالك؟ ما بصير تعملي هيك وتكوني هالقد أنانية. أيان، وعم تعملي كل هالأكل اليوم معناتها قديش مميز. يا أحلى أم بالعالم. لا ما في شي ابنه، بس هيك خطر على بالي أعملها، قلت منحتفل. أوه، إصبعتي رح تحتفل، أنا رح دوق. شو عم تعمل؟ ما حدا فينا بيقدر يقاوم أكلاتك. بالمناسبة اتصل فيكي أرجون اليوم؟ وليش لحتى يتصل فيني؟ أيان؟ بدي أقول له وأتأكد إذا بتريد. اطمن كيفه اليوم؟ أمي؟ لأمتى أنت وياه بدكم تضلوا تتخانقوا مع بعض؟ أه؟ من هلأ لحتى الأم تاخد مكانها الصح. عرفنا لمين طالع مغرور؟ هم؟ ما في شي أمي، أنا قصدي ما تبهدلي تشدي له أذنه. فوت اتحمم. امي، هي ابنك عم يتصل على التليفون. قصدي مو ابنك، يعني شريكك بالخناق. ابنك شريكك، ما في فرق بيناتكم. بدك تحكي معه؟ لا ما عندي وقت. طمني، انفصلت؟ ليش في حدا بيسترجي يفصل اخوك من الشغل؟ ما حدا عنده الجرأة. 1-0، ما حدا بيقدر يفصلك، بس انت بتستقيل منك لحالك. انت بتعرفني منيح وما في داعي اشرح لك كتير. بكل الاحوال رح اتاخر الليله، ما رح اجي اكل معك. الو 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 الو، ما تقول هذا الحكي لالي، اتصل بامك فورا. هي عم تسمعنا اساسا، ما بدك تحاكيها؟ تقدر انك انت تقلها، وما في داعي تكتر حكي. باي. وهلا يا صاحبي،
إذا بتريد أنا رح أعمل شو ما بدك، بس خليك بعيد عني. إذا ما أغلظك صديقتي الحلوة، شو صاير مع كل العالم؟ كل العالم خايفة منك، مو مسترجية تحكي. ليش بقى؟ كل حدا بتجي بتحكي معه بيتقلع من الشغل تاني يوم. عفواً؟ قصدي إنك حكيت مع الحارس هداك النهار قام تقلع، حكيت مع الأنسة شيلبا كمان وفصلت من الشغل، كمان حكيت مع البنت التانية. ليك برا عم تبكي؟ كل العالم خايفين منك وما حدا مسترجي حاكيك بنوب، وفعلاً هالشي بيخوف. معناتها أنت ليش واقف هون؟ شو أنت مالك خايف؟ استاذ بتريد أنا ماني خايف من حدا. ليش؟ ليك كل هدول. معقولة كل هدول برقبتك؟ ايه كمان طفت واحد اليوم الصبح، هي خصوصي من شانك. ليك بعد تبع الأنسة مايا مباشرة، وهذا بيجي فوراً ورا. وبهي الطريقة أنا بقيان هون وما في مجال أنفصل. ايه وبهالطريقة ما حدا بيقدر يقرب علي بمجرد ما يشوفوا هالمنظر هاد، حتى الناس السيئين، المشاكل وكل شيء، ولك حتى أنت. أنا هيك ما حدا بيقدر يزيني لو شو ما كان. بشوفك ستا. نورت المكتب كتير عجيب هذا الزلمة. نعم عملي بس هاي الشغلة كرمالي، إذا بتريدي بس هاي الشغلة. يلا ليكو، الأنسة قالت لي إنه خصص له فريق، أنا لازم لبي له طلبة، ما عندي أي خيار تاني. ريا إذا بتريدي أنا بحاجة هالشغل، أنا عندي عيلة ومسؤوليات. بترجاكي ريا. أنا عن جد ما فيني ساعد، أنا آسفة، لازم حافظ على شغلي كمان. في 3 أقلام صغيرة موجودة بهالكمشة هي، اللي بيختار هالأقلام بيكون من الفريق تبعه. أنا آسفة شباب. عن سريع بترجاكي. ألو شو كيف؟ أوكي ليكني جاي على الطريق فورا. عن سريع إذا بتريدي مرتي مريضة، خليني روح أحسن ما ينخرب بيتي. من طلاب المدرسة للجامعة العالم كلها كانت تقتل حالها لحتى تكون بفريقي، هون في شي غريب ما حدا بده ياني بالمرة. شو هالسمعة هاي؟ صباح الخير استاذ. لا توقفي بس تشوفيني، ما في داعي، خلص خليك قاعدي. وشو مش هالعميل اللي حكى هداك اليوم؟ ما عاد سمعت عنه شيء. مختفي من الصبح وصار لي زمان عم حاول احكي معه بس ما عم بيرد على تليفوناتي. لا ما لا لسه معك يا غبية، انت لا تخجلي ابدا وروحي الحقيقة، لانه مو سهل ابدا تقنع العملاء بشيء. هدول مخن مدري كيف. في مقولة كتير مهمة، اللي بحس بالخجل ما بيعمل شغلات منيحة. اذا خسرتي هذا العميل رح تخسري شغلك كمان، فهماني استاذ؟ في حدا بهالمكتب يعرف كيف يمشي الشغل منيح؟ انت ما رديت لي خبر، فانا قررت انه اجي على المكتب وشوفك. مرحبا. باي. لا أنا ما رح روح. شو أنت طار عقلك يعني؟ عم بتخططي إنه أنا انفصل من الشغل؟ أنا عندي كتير شغل هلا، مشان هيك ما كنت عم برد عليكي. هلا إذا مايا شافتك عندي رح يصير في مشكلة كبيرة، بعدين شو عم تعملي أنت هون؟ يلا روحي ارجعي على شغلك. مالكاني. ما بيهمني. مالكاني قال لي جيب العميل فورا وأنا هلا إجيت، يلا امشي معي لشوف. لوين بدي امشي؟ على مكان ما بتقدر مايا تلاقيك لكو فيه. مايا؟ يلا نروح. في مايا هون.
هلكتيني، قلت لها لمايا أنا بالحمام وهيك طولت كتير. سانج، استراحتي خلصت وما عاد فيني أتأخر أكتر. يلا سانج، قديش رح تضلي عم بتدوقي؟ خليني أخذ لك بوزة على مانجا، يلا خلينا نروح. ليك، نحن هيك ما رح ندفع شي؟ هون ما بياخدوا منك إذا بتدوقوا هالشي كله ببلاش. معلم، فيني دوق بوزة الليمون إذا بتريد؟ أرجون وينه هلأ؟ كان عم يحضر ليقدم العرض. أرجون وين راح؟ ماشي حالة، خليني دوق الشوكولا إذا بتريد. يلا سانج خلصيني، عندي تحضير عرض كتير مهم هلأ، ولأول مرة ماركة عالمية جاية خصوصي لعنا بدها تطلق العروض تبعها والموضة تبعها بهالمدينة، إيه؟ وأنا هون واقف معك. إذا عرفت مايا بهذا الشيء هي أكيد رح تفصلني وتقلعني من الشغل، هي خلقة عم تفصل شخصين أو ثلاثة كل يوم. غرفة الاجتماع، خمس دقايق. حاضر أمس. شبك خلاص بقى حاجة تعيط علي. أنا هيك بحكي هلأ. اهدى بقى، بعثت لك رسائل كتير وأنت ما رديت، وأنا كان بدي إياك ترد، وإجيت شفتك. لولا هيك ليش لحتى أقاطعك عن شغلة؟ ماشي، ما بقى رح شوفك ولا بقى رح اتصل فيك، هاد يلي بدك يا صح؟ شكلها مايا عم تعمل شي لتشدك، هي أم أسنان طويلة وشعر منكوش ورجلين مطعوجين وعيون سود. الشعر مثل البحر، والعيون بتبرق، والحكي بيفلج. انتو الاثنين تشتغلوا بمكتب الانسة مايا، ما هيك؟ العالم بتسمع الشغلات اللي قاعدين عم تحكوها، إذا انتو خلصتوا شغلكن عندي، إذا بتريدوا. ايه طيب ماشي ماشي. شريف، هاي مصاري. لحظة، لسه بدي خمس روبيات كمان مشان البوظة اللي داقتها، أنا سمعت كل شي حكيتوا فيه، عندي أدان كبيرة كمان. وبسمع. ماشي مو بس خمسة، خود هاي عشرة كمان، شريف، وكل أنت بالخمسة الباقية صحة وهنا، العمى. يلا شكرا. انت ليش بتضل عم تعطي بخشيش لكل العالم؟ خلصنا بقى. ايه بس انت ما معك مصاري. أرجون باينتو مو جاي. طولي بالك شوي علي. كنت بالحمام، الحلويات ضايقتني شوي. انت ما اكلتي حلو صح؟ كتير حلو، لانه لو اكلتي انت كنت اضطريتي تقدمي العرض بالحمام. فينا نبلش؟ إذا بتريدي. يا جماعة، الملح، بهارات، هنن الشغلات المميزة تبع الهند. ما فينا ناكل شي بدونهم، منحطهم بكل شي تقريباً، صح؟ نحن منحب الإضافة. هلأ، وبهي المجموعة الجديدة اللي جاية، محتاجين شوية إضافة مو أكتر. مثل، رح ورجيكم. شوفوا، رح نطلق حملات بكل هاي المناطق، وهالحملات رح يكون لها اسم. رح نسمي هاي الحملة جرام ماسلا. كيفك فيها؟ تعال على مكتبي مع ملف العرض النهائي بكرة وعلى الوقت. شو ما فيها تكون طبيعية شوي؟ هيك عملت؟ تعرف شو المشكلة؟ كيف فيني إيجي طيب؟ خبرني ودلني على الطريق.
ماما لا تضلي عم تشربي هالشي، مو منيح لصحتك. طيب هلأ حاولي تنامي. تصبحي على خير. وانت من أهله. مايا ما لازم تخافي وما لازم تتوتري أبداً، مو منيح لإلك. تصبحي على خير. تلاقي الخير.
إذا الأنسة مايا عرفت وقتها هي مشكلة مظبوط؟ شو الأنسة مايا شبح لحتى تعرف؟ خلاص أنتوا ليش بتضلوا خايفين من مايا كل هالقد؟ بس إذا بلا إذا بلا شي. ليش أنت رح تحكي شي؟ لا وأنت رح تحكي شي كمان؟ أنا بوثق فيكم أنتوا الاثنين. المهم أنت سكوت وأنت سكوت وأنا رح أسكت. استنوا 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 بس دقيقة، أنا كأني نسيت فلاشتي جوا. طيب أنتوا سبقوني وسوقوا على مهلكم. لا 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 ما تسوقوا ماشي، خدوا تاكسي أحسن ماشي. بشوفكم باي. تسمع خير. لاي 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 لاي. اللي انت شو بدك مني؟ انا؟ شو بدي يعني؟ ليش بتضل تتحداني كل الوقت؟ اللي ليش بتحاول انه تكسر قواعدي بالمكتب على طول؟ هذا الحكي ماله صح؟ يعني انت هون ما بتعرف شو بيطلع بايدي؟ اكيد بعرف. معقول؟ حابب تشوف؟ ليش عم بتصرخ؟ شو صار؟ مايا أنا شفتها بمنامي هلأ وكان شكلها مثل الأشباح، عن جد كتير خوفتني. اللي بده يشوف أفلام رعب طول الليل هيك بده يصير فيه. هلأ جهز حالك. أنت شو عم تعملي؟ عم شيل الغطا. لا 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 أنا مالي لابس شي. أنت دايما بدك تكذب نفس الكذبة. طيب لا 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 اطلعي شوفي. آسفة آسفة اطلعي. لا اطلعي. لا اطلعي. لك أنت شو ما بتستحي على حالك؟ بس أنت اللي كنت بدك تكشفيني. سكوت بقى. اطلعي. لا ما بدي خلص. يلا يلا اطلعي فيني. تعالي هون خلص أرجو إذا بتريد تتغطى شوفي. بقى ما بدي يلا شوف. يلا اطلعي خلصنا أنا لابس. ليك إذا ما رح تجهز حالك هلأ رح أضربك على راسك. عن جد؟ إيه عن جد؟ إيه باي. بتعرفي لو ما فيقته أنا هو بعمره ما كان رح يفيق. أي مشان هيك يا حبيبتي أنا قلت لك إنه تجي لعنا كل التوتر. صباح الخير. معك حق، لما بتجي لعنا ما بكون مضطر آكل على كيفه لأرجون، وهيك بقدر آكل كل الشغلات اللي أنا بحبها. آه عمتي؟ لا مو عمتي، ماما. هي بتلبق الكل. أرجون يلا افطار. غير يوم لأني تأخرت ما معي وقت. بقدر آكل هاي على الطريق. عن جد أنت مو معقولة، شبكي اليوم؟ في شي بعقلك يعني؟ قلت لك تجي تفيقيني بكير. طيب بسيطة، بكل الأحوال صار لازم إني روح لأنه ما هي رح تقوصني. لا تقلقي لأن كل هذا الشيء رح يروح مع الوقت. بعتي لي أرجون. بس هو لسه ما أجا على الشركة. بعتي لي فريقه. يلا ثواني. مين منكن عنده أخلاق حقيقية؟ بس كلنا غريبين لأنه منحكي بالأخلاق بس ما في حدا منا عنده إياها، ودائماً منحاول نطالع حالنا الصح حتى لو كنا عم نغلط.
شو اللي جاب سيرة الأخلاق هلأ؟ وأنا شو بيعرفني؟ بس كأنه هي عم تحكي عن حالها. كلهم نسيوا إنه إذا كنا بلا أخلاق وقتها ما منسوى شي بالمرة. أنسي بترجاكي تصدقي نحن ما غلطنا بأي شيء. يلي بيكون واثق من حاله عن جد وقت القدير رح يورجيه طريقه الصح وهالشخص ما رح يغلط ابنه. التقديم خلال دقيقة، هذا بيعني إنه معك دقيقة حتى تعرف إذا أنت عن جد بتوثق بحالك وإذا في عندك أخلاق. أنتوا هلأ لازم تقرروا. نو لا مو معقول، ما بصير هيك مايا. ليكي نحن ماركة عالمية ومشهورين كتير، كل العالم بتعرفنا وبيحبونا، وانتي هلأ عم تطلبي منا انه نبيع التياب وهن فوق الزبالة؟ نو نو لا تنسى انه نحن بدنا نفوت الشركة على الهند ولازم الطابع الهندي، اكيد ما بدنا نفوتها لهون بطابع اجنبي. نو مو معقول هالشي اللي عم تقولي يا مايا، اكيد انا ما بقبل بشغلات محلية على ماركة بتصنيف عالمي. ليكي أنا بدي منك ترفعي مستوى العرض لشي عالمي أكتر أكتر، وهي الشغلات المحلية يعني عجبتك. مرحبا أنا أرجون. ممكن؟ هاي أنا جولي. مثل اللولي. فينا نبلش؟ ايه اكيد. طيب ايه شباب، بهارات الهند اذا جربتوها ما رح تنسوا طعمتها، وبرهانكن على هالشي فينا على البيتزا كل يوم. لا نقدر ناكل همبرجر؟ لا. طيب نقدر ناكل معكرونة؟ لا لا لا، نحن الهنود ناكل عدس رز وخبز مشروح، وهذا كله بده بهارات. هذا هندي؟ طبعاً هذا هندي، لأنه الهند هي الأحسن والهند هي أكتر شيء ممتع. الغرب بيفكروا بس بشغلة، إنه حياتنا بلا طعم، بس بصراحة الطعمة طلعت من عنا بالهند، وهي الطعمة كلها بتطلع من البهارات اللي عنا هون، وعنا كتير، بس في عنا شيء واحد مشترك، المتعة، وهذا خيارك أنت، تستمتع أو ما بتستمتع، المتعة ترجع إلك. متعة. عن جد حبيت كتير، حبيت هذا الشاب، قصدي أنا حبيت هذا الشغل، حبيت وجهة نظره كتير ممتاز عن جد بصراحة. حملاتنا رح تصير فظيعة كتير مو هيك؟ لأنه لازم نسيطر على السوق الهندية هلأ، وما في حدا غير الهندي بيقدر يعرف شو جواتنا وشو هي متعتنا الحقيقية. يلا يا أحلى شاب هندي قلي ما هيك؟ طيب ماشي، باي مايا. شكرا لك جولي. وتأكدي إنه الشاب الهندي يكون بمجموعتنا دائما، أوكي؟ باي باي. باي. ليكي أنا عملت هذا الشيء لأنه بتعرفي الشركة. ماشي شكرا، هذا كان شغلي، وأنتوا هلأ خليكن مع آنستكن مايا، لأنه أنتوا ناقصكن تعرفوا شو الأخلاق. مايا أكيد اليوم هي رح تيجي وتشكرني، وانتو ما رح تتدخلوا، فهمتوا؟ أرجون أرجون وقف شوي، ما بظن انه ضل شي نحكي فيه. ولك استنى، شو هالأهبال؟ مايا مايا لحظة بس، مايا
مايا. ألو، زبطت الحملة؟ ولو سانج، أكيد زبطت، هي كانت فكرتي. حلو 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 حلو، برافو برافو برافو. يعني هي اللقيمة مبسوطة؟ مبسوطة؟ مو معقول، هي ما بتنبسط ولا بتضحك بوش أي حدا، وصارت لقيمة أكتر. بتعرفي شو؟ بحسدك ما بتعرفيها. منيح إنه ما بعرفها. يلا باي باي. ألو ألو، شو هي اللي عم يصير اليوم؟ شبك انت جنيتي؟ معقول كل ما بتفوتي على الحمام بتصير بتحكي مع حالك؟ بصير؟ يلا روحي. لوين؟ لوين؟ شو يعني نسيتي مايا مهاترة؟ يلا موعد مايا؟ وشو يعني؟ هي قوية؟ كتير. تتذكري مدير مدرستنا؟ فايت بالحيط. وانتي هلأ مثله تماماً. صح اني فايتة بالحيط، بس إذا بغلط أكيد رح يموتني. كوني واثقة بحالك إنه ما رح تغلطي رفيقتي، وشو ما عملتي ولو شو ما صار أكيد هو ماله لئيم مثله لمايا. وهلأ باي باي. ليش؟ لأنك بتنقي وأنا هلأ كتير مشغول. شو كأنك مليت من الحكي معي، مو هيك؟ لا مو هيك ديسكي، انت ليش بتفهميني غلط؟ بصراحة ما حدا بيخوف مثل مايا، وأكيد مديرك ماله مثلها، هي خارقة، يعني حتى على الحلم كانت عم تلحقني. هي بتموت وما في الواحد يخلص منها، وممكن كمان انه تحولك لفارة صغيرة وبتدوس عليكي بعدها. هي ما عندها مشكلة بصراحة، هذا الشيء اللي بتحب تعمله هي. أنا ألو ألو ألو، الكل جانن اليوم، مجانين. أنا كتير خايفة اليوم، و90% من شغلي بيعتمد على اليوم، بس بصراحة أنا هلأ مترددة كتير، بس حاسة إنه في قوة كبيرة جواتي. وأنا هلأ صار لازم إني أتحرك. يلا لنشوف. هذا اليوم هو مصيري لإلي. ما بعرف شو رح يصير، يا ترى أنا رح كون قوية ورح أتجاوز هاي المقابلة؟ هو إيه، أنا واثقة بحالي كتير ومبسوطة، واللي مخوفني إنه المديرة يلي رايحة أشوفها اليوم حدا مهم، وهلأ أنا بس بدي شوية مساعدة. يا قدير دخيلك، بدي إياك تمدني بالقوة اليوم وتخليني شوفها لهي القوية وتمر المقابلة بخير بدون ما أطلع ميتة أو مشلولة. دخيلك يا قدير ساعدني، دخيلك. أنا بعرف إنه هي الشغلة جديدة علي، بس عن جد عن جد أنا بدي مساعدة ضرورية عن جد. شكراً. إذا ممكن خليك ماشي جنبي. أكيد. يلا. يلا.
بس ما في داعي للمصاري يا أنسة. قلي لي أنت منيحة يا بنتي؟ أنسة، إذا بتريد ناديني أنسة. أهلين. تفضل. هاي سانج، هاي بتشتغل بشركتي. هذا السيد لالواني، هو مسؤول الإدارة المالية عنا بالشركة. أنا وإنت مع بعض فريق العمل؟ يعني نحن أخوات. تشرفنا سيد مالكاني. خلينا بموضوعنا. إيه أنسي، الأوراق اللي أنت وقعتي عليهم مذكور فيهم بوضوح إنه الشركة تبعكم موافقة على النسبة المكتوبة ويلي قيمتها 25%. مستحيل. لا يا أستاذ، ما في شيء مستحيل. الأنسي وقعت على الأوراق وكل شيء واضح. ايه بس يا استاذ، نحن جبناك لهون بس كرمال تلاقينا شي حل. عندي حل يا استاذ، عندي حل. نحن فينا ندفع لهم وبعدين منتناقش بالموضوع ومنعمل تسوية. الموضة والمدينة مستحيل يرضوا بهي التسوية. غير بالتسوية ما بتزبط بهذا العصر. اذا بدك تشتغل لازم تعمل تسوية مع الكل. الامور انا لقيت الحل. يلا احكي. لا ولا شي. شايف ولاد هالايام؟ ها؟ قبل ما يتعلموا المشي بيعرفوا يقاطعوا. شو هو الحل؟ ما حدا بيخوف مثل مايا، وممكن كمان انه تحولك لفاره صغيره. لا انا ما بدي صير فاره. الحل عندك تاريخين للولادة، واحد مذكور بالعقد والدليل عليه شهادة ميلاد مكتوب فيها 7 إيلول 1991، والثاني بشهادة تخرجك من المدرسة مكتوب فيها 9 إيلول لنفس السنة. وهلأ لما كنتي عم بتوقعي على العقد أنت حطيتي شهادة تخرجك إيلول من المدرسة كدليل على مواليدك، وهذا الشيء بيعني إنه أنت كنتي تحت السن القانوني ب 8 إيلول 2008، والناس بهذا العمر ما بصير إنه توقع عقود من الشركات الرسمية. إيه. يمكن طفولتك ما رح تنساكي حتى لو نسيتيها، وهذا بيعني إنه هالعقد باطل. مدام بترجاك واقفي. مدام من اليوم ورايح ما رح أتعامل غير مع سانج. ايه مدام، شفتي أنا كل موظفيني شاطرين كتير. سانج موهوبي. أنت وين كنت؟ الآنسة مايا عم تستناك هلأ، وهي مبسوطة كتير بالعقد الجديد. عن جد؟ بتعرفي إنه مديرتك بتجنن؟ ما بتتشكر بس بتعمل شغلات أكبر بكتير. شو هالحكي؟ خدي هي هدية مني، قيلي وشبعي. كيفكن؟ برأيي الحفلة فيها تبلش هلأ. بلشوا؟ كيف؟ وانت؟ انتو مناح؟ واو عود مايا، انت فيكي شي؟ عن جد؟ خود بصحتك. نحن لازم نكرمكن عالشي اللي عملتوه لشركتنا. واو، مكافأة؟ بهالسرعة؟ أنت فظيعة. أنت رح تحكي شيء؟ طيب أنت رح تحكي شيء؟ أنا بوثق فيكم أنتوا الاثنين. المهم أنت سكوت وأنت سكوت وأنا رح أسكوت. ورقة الاستقالة؟ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.